مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كيفية العقارات المتوفرة بلبنان اللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان ما إلن إلا يتابعونا، خليكن معنا. شقة جديدة للبيع وشوي سبيشل عن غيرها بمنطقة نيوس هايلي كسروان، وتحديداً بالمنطقة الحمراء بشارع 38. البناية كتير فخمة، معمرة على شكل فيلا، والشقة على آخر طابق من هالبناية. مساحتها 330 متر مربع، مؤلفة من 3 غرف نوم، 3 ماستر، والريسبشن اريا كلها مفتوحة على بعضها ومسكرة كيرتن جلاس مع بانوراميك فيو كتير مميز. الأرضية رخام، ميكست بين ترافرتينو سيلفر والبوتوتشينو، ودخلها باركيه ماسيف. سقف معمول ديكور جيبسون بورد، كمان دخله خشب ماسيف. الشقة كلها مجهزة بفلور هيتينج وإير كونديشن يونتس بقلب السقف، فاير بليس على الغاز، ومجهزة بأحدث سمارت سيستم تقدروا تتحكموا بالشقة من حيالة سمارت ديفايس من وين ما كان. مطبخ الشقة واسع وكتير مودرن، إلو آيلاند توب معمول جرانيت، والجوارير والخزانات كلهم سيستام سوفت كلوز. 3 غرف نوم لهالشقة، 3 ماستر، 3 مجهزين بفور باركيه مع جيبسون بورد بالسقف وآي سي أكيد، والتواليتات كلهم كاستم ميد سيراميك ورخام. من بعد ما شفنا هالشقة المميزة كتير بمنطقة نيوس هايلي، شفنا أنه تابع لها تراس معادي حلوة كتير على السطح، مجهزة بخضار، وصل لها كهرباء ومي، بالإضافة لبار وباربيكيو، وتابع لها كمان غرفة تحت الأرميد بمساحة 90 متر مربع. 330 متر مربع بالنيوس هايلي مع 3 غرف نوم ماستر، شقة فولي ديكوريتد سمارت تكنولوجي، البناية كتير فخمة معمولة بس لثلاث عيال على شكل فيلا، قاعدة على السطح، تراس كتير مهضوم، 4 باركينج، 70 متر مربع كاف، منظر ما بيتسكر، بمليون و250 ألف دولار. على علو 1000 متر عن سطح البحر بقضاء بعبدة بين حمانة وبحمدون، جينا على منطقة الشبنية لنتعرف على مشروع غابة الشبنية. مشروع غابة الشبنية مؤلف من 5 بلوكات حد بعضهم. هندسة كل بلوك رح تكون على شكل فيلا. إذا كنتوا عم تنبشوا على شقة صغيرة فيكن تلاقوا شقة بمساحة 120 متر مربع، أو إذا كان طلبكن لشيء أكبر بتلاقوا شقة بمساحة 240 متر مربع. نحن هلأ واقفين بالمشروع، مثل ما شايفين المشروع بعده under construction ورح يتسلم بسنة 2016. مشروع غابة الشبنية بيتميز بموقعه الرايق، بيتميز كمان بمنظر 180 درجة صوب الجبل. كل شقة رح يكون لها مدخلها الخاص، والشقة الجراوند فلور رح يكون تابع لها جنينة بمساحة 300 متر مربع. بما أنه المشروع جديد واندر كونستراكشن، أصحاب العمار عم بيقدموا سمارت سوليوشن سيستم للشقة بيخليكم تتحكموا بهالشقة عن حيالة سمارت ديفايس من بعيد، وهيدا الأوفر لمدة محدودة. بغابة الشبنية مشروع 5 بنايات على شكل فيلال، شقة بمساحة 120 متر مربع ب 200 ألف دولار، و 240 متر مربع ب 400 ألف دولار، والتسليم بصيف 2016. أرض بمنطقة غزير قضاء كسروان، وتحديداً براس كفر حباب، قريبة من دير مار أنطونيوس، ومساحتها 1288 متر مربع، وصالحة لعمار فيلا زون دي باستثمار 25%. منطقة رايقة وخضرة، وبتتميز بمنظر على خليج جوني، وسعر المتر المربع 975 دولار.
الأرض صالحة لفيلا سكنية بمنطقة اليرزي بعبدة، مساحتها 1230 متر مربع زون A، ومرخصة لعمار فيلا بمساحة 2000 متر مربع سكن، وموقعها فخم على تل كشفي باليرزي. سعر المتر المربع 1875 دولار. فيلا للبيع بمنطقة قرنة الحمرة المتن قريبة من عين عار. موقع هالفيلا كتير فخم، جو رايق ومنظر ما بيتسكر عليه، كتير مميز، بيوصل البحر بالجبل. مساحة الفيلا من جوا 1100 متر مربع سكن، على أرض 1500 متر مربع. العمار بعده على البيتون، والفيلا عم تنباع مثل ما هي، مقسمة من جوا ومؤلفة من 3 طوابق. التجهيزات الداخلية للفيلا كلها راكبة، من الكهرباء والسنجرية، من الاير كونديشن يونتس والفلور هيتينج على كل طابق. الألف ومئة متر مربع سكن مؤلفين من 5 غرف نوم على الطوابق العالية، والصالونات والمطبخ على الطابق الأرضي، منهم أكسي على الجنينة والتراس وإنفينيتي بول مطلين على المنظر. وإلى مدخلين، مدخل أساسي عن الطريق ومدخل جنابي بيوصلنا ديريكت على سويمينج بول والتراس، وأسانسور بانوراميك بيوصل كل الطوابق ببعضها. على 1500 متر مربع أرض بمنطقة قرنة الحمرة المتن، فيلا للبيع بمساحة 1100 متر مربع سكن، وبما أنه منا خالصة سعرها كتير مغري. لي جاردان دو بيادة، مشروع قطع معنا سابقاً ببرنامج Property Yours وكان under construction. حالياً المشروع صار بمراحله الأخيرة ويعتبر من أفخم المشاريع بمنطقة البيادة. شو تفاصيله؟ منشوفهم سوا. مشروع لي جاردان بالبيادة بيقع على طريق العام، مؤلف من بنايتين وحواليهم مساحات خضراء بحدود 1000 متر مربع. كل بناية مؤلفة من 4 طوابق، وكل طابق شقة. الشقق بمشروع لي جاردان دو بيادة جاهزين للتسليم. مساحات 400 أو 450 متر مربع، 4 غرف نوم وغرفة قاعدة مستقلة. مواصفات كتير عالية وفخمة، بلاتر خام بالأرض، باركيه بغرف النوم، واب خشب من قشرة الجوز، شفاج على الميزود، واجهات ألومنيوم من ماركة التكنال، وإير كونديشن سيستم VRV، بمعنى يونت وحدة بتشغل كل البيت أو غرفة وحدة حسب الحاجة. 2 جنريترز للمشروع بقلب غرفة مجهزة عازلة للصوت وضد الحريق. سيستم التوفير يلي معمول بمشروع لي جاردان إنه جنريتر صغير بدور إذا كان في حمل خفيف، وإذا كان الحمل أتقل تلقائياً بدور الجنريتر الأكبر. هيدي غرفة الجنريترز للمشروع، مجهزة بباب ضد الحريق مثل كل الغرف وعزلة للصوت. بمشروع لي جاردان تعودنا نشوف أحدث التجهيزات التقنية. نحن بغرفة مخصصة لتخزين مي سخنة من الطاقة الشمسية والشفاج، وهيدا الشيء جاهز للاستعمال بالشقق. أصحاب العمار والمهندسين والمشرفين على مشروع لي جاردان أخذوا بعين الاعتبار تأمين وسائل راحة ورفاهية، وخاصة التوفير. مثلاً عنا هون سيستم تدفئة على الميزوت مشترك، بيشتغل وبيأمن تدفئة للشقق حسب الحاجة. فخامة، رفاهية وأحدث التكنولوجيا. 3 باركينج لكل شقة بالإضافة لباركينج للزوار. لي جاردان دو بيادة مشروع جاهز للتسليم. ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر.
بنت هاوس للبيع بمنطقة الأشرفية وتحديداً على سيسين. هالبنت هاوس يعتبر one of the unique architectures ومؤلف من ثلاث طوابق بمساحة 760 متر مربع. أول طابق يعتبر المدخل مع الريسبشن أريز أربعة، مطبخ، تواليت للضيوف، وتراس داير من دار. علو السقف بأول طابق 6 أمتار بيخدنا لتاني طابق اللي مساحته 160 متر مربع، مؤلف من 3 غرف نوم، 2 إلهم تواليت مشترك وغرفة نوم ماستر إلا ووك إن كلوزت. آخر طابق من البنت هاوس يلي يعتبر الانترتينمنت فلور، مؤلف من بار، بروجيكتور سكرين، بيلت إن باربيكيو على التراس، بالإضافة لأوفيس أو غرفة نوم مع حمامة، تواليت للضيوف وكيتشينات. كل الطوابق موصولة ببعضها ببانوراميك إليفيتر خاص للبنت هاوس. تابع لهالبنت هاوس ستوريج روم وأربع باركينج أندر جراوند. البناية بتتميز باثنين جنريترز وجيم. بالأشرفية سيسين بنت هاوس فيري يونيك للبيع ب 3,200,000 دولار. التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 905 ملايين درهم، فبلغت قيمة البيع 433 مليون درهم، من بيع أراضي ب 220 مليون درهم، وبيع شقق وفلل ب 213 مليون درهم. كان أهم عملية بيع بقيمة 113 مليون درهم بمنطقة الثنية الأولى، وعملية بيع أخرى بقيمة 89 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، وثالثة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة البرج الأولى. وسجلت الرهونات 472 مليون درهم، منها رهونات أراضي بقيمة 445 مليون درهم، ورهونات فيلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم. حلقتنا لليوم انتهت، بس عقاراتنا ما انتهت، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكن تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا بتحضروها على mtv.com.lb/programs. مزيد من العقارات والأخبار العقارية بحلقاتنا المقبلة. أنا بودعكم وبلاقيكم بكرة وبنفس الوقت، تابعونا. Thank you.